كليمنتي يتابع مباريات قمة الأسبوع بين فريق الأهلي بنغازي والهلال. تابع المدرب الأسباني خافير كليمنتي مدرب منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم مساء يوم الأحد مباراة قمة مباريات الأسبوع بين فريق الأهلي بنغازي والهلال التي جرت ضمن منافسات إياب الأسبوع الأول لبطولة الدوري الليبي لحساب المجموعة الأولى، حيث حضر المباراة من ملعب شهداء بنين بنغازي وهي أول مباراة يتابعها من عين المكان، ودون في مفكراته العديد من الأسماء التي لفتت انتباهه، وكان قبل ذلك قد شاهد مباريات الدوري الأخير لفرق مختلفة عبر أشرطة الفيديو. وسيواصل المدرب الأسباني زياراته وجولاته لمتابعة المزيد من المباريات على الصعيد منافسات الدوري الليبي قبل موعد إعلانه على القائمة الرسمية النهائية التي سيوجه لها دعوة التواجد بمعسكر الفريق الذي سيقيمه بتونس في 11 من شهر يونيو الجاري، وسيخوض خلالها مباريات ودية دولية ستجمعه بمنتخب ليبيريا قبل تحوله إلى العاصمة القطرية الدوحة لمواجهة منتخب السودان في 19 من شهر الجاري ضمن تصفيات بطولة كأس العرب التي ستمثل أول ظهور للمدرب الأسباني بعد غياب دام 5 سنوات.